السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شارستان، وموضوع الفيديو اليوم راح أحكي فيه إن شاء الله عن سبب إرسال البنف مواعيد محكمة تاني للأشخاص اللي بألمانيا حاصلين على تصريح الإقامي، أو يعني بالأحرى عم يطلب منهم أوراق ثبوتية تثبت شخصيتهم أو جنسيتهم الحقيقية. شو السبب من وراء هذا الشيء؟ السبب يعني القصة وما فيها أنه الحكومة الألمانية بآخر سنة 2018 توصلوا لقرار أنه يعيدوا النظر أو فحص طلبات اللجوء للأشخاص اللي حاصلين على الإقامة، سواء كانت الثلاث سنين أو السنتين أو السنة أو يعني الأوفنتهالتس كشتاتونج اللي هي أغلبيتها دائما بتجي يا ثلاثة شهور يا أما ستة شهور. شو السبب من وراء هذا الشيء؟ يعني شفنا نحن كثير أنه في أشخاص يعني من خلال تجارب شخصية أو يعني بحياتنا اليومية أنه هالأشخاص هدول ادعوا أنه مثلا هني، لنفترض أنه شاب مثلا سوري ادعى أنه مثلا هو أفغاني، أو يعني بالعكس شاب أفغاني ادعى أنه هو سوري، أو شخص صومالي ادعى أنه عراقي وإلى آخره. يعني القصة ما فيها أنه هدول الأشخاص أدلوا بأدلة ما تثبت جنسيتهم الحقيقية، وإنما أنه بتثبت مثلا جنسية أخرى، أو أنه هني بالأساس جايين من بلد فيها حرب. ولهيك أنه قررت الحكومة الألمانية تعيد النظر بطلبات اللجوء أو يعني بإقامات هالأشخاص هدول اللي حاصلين على تصريح هالإقامة هاي. وطبعا أنا بشوف يعني أنه هذا قرار سليم يعني وصائب، لأنه في كتير أشخاص يعني انظلموا، يعني بدال ما ياخذوا مثلا إقامة 3 سنين أخذوا سنة، باعتبارهم هني مثلا أنه ما أدلوا بأدلة صحيحة، مع أنه هني يعني الأدلة اللي أدلوها يعني كانت صحيحة، بس الغلط كان يعني يا من المترجم اللي ترجم أثناء المحكمة أو من خلال يعني الشخص اللي قام بالترجمة. وطبعا الموضوع هو على الشكل الآتي، انه مثلا بيبعث البنف رسالة هي بيطلبوا منا اوراق ثبوتية من هذا الشخص، يعني هالشخص هذا اللي مقصود، بيطلبوا منه اوراق ثبوتية، بيروح هذا الشخص بيقدم اوراقه الثبوتية، بيقولوا له مثلا رجع بعد شهر او شهرين، هي يعني الشغلة بتطول يعني ماكسيمو شهرين. وطبعا هني يا اما بيبعثوا بوست انه تعال استلم اوراقك ثبوتية تم هذا الشيء، يا اما عم يبعثوا موعد محكمة ثانية، والموعد المحكمة الثانية هذا راح يكون مثل المحكمة الاولانية، راح يفحصوا يعني اذا هذا الشخص قال الأدلة أو يعني الكلام اللي قاله بالمحكمة الأولى، أو يعني كان في تغير يعني أنه أقواله أنه غير أقواله، أو يعني أنه حرف بالحكي شوي. يعني من خلال هذا بيقيم القاضي أو الشخص يعني اللي قام مع هذا الشخص بالمحكمة، بيقيم حالته، ومن خلال هالتقييم هذا يا أما بيضل طلب اللجوء سارة، يا أما مثلا إذا كان 3 سنين يعني بيصير أنه سنة، أو إذا كان سنة بيصير 3 سنين. طبعا هاي حالات نادرة كثير جدا وما بتصير، يعني الأمور كلها تمام، أنه الواحد لا يتلبك ولا أي شيء. يعني أنا رفقاتي صار أكثر من واحد عاملين هالشغلة، والموضوع يعني كان كتير عادي وحتى أقل من عادي. تمام، هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم، بتمنى لكم جميع التوفيق، ما تنسونا من دعائكم، بشوفكم بخير إن شاء الله بدروس الجاي، في أمان الله.